اول 3 اوردرات في القاهره والجيزه فري. دي ده للناس اللي بتحب الاونلاين وبتحب تشتغل اونلاين والكلام ده. يعني انت لو انت جيت فكرت انت تشتغل اونلاين في يوم من الايام فانت هتقف عند حته ان انا عايز اوصل الاوردرات دي في مصر كلها. فحته بقى مصر كلها دي في بقى ايه ابلكيشنات كتيره بقى وشركات شحن كتيره والكلام ده. فانا جبت النهارده احسن شركه شحن من وجهه نظري انا اتعاملت معاها وكانت مريحاني جدا جدا وهتنفعك جدا جدا لو انت شغال اونلاين او حابب توصل حاجه لحد في حته ثانيه في مصر او توصل حاجه في حد في القاهره والجيزه او في المحافظه اللي انت فيها. فتعالوا نشوف شركه شحن دي اسمها ايه او ايه هي وهي بتتكلم عن ايه او فين والكلام ده كله. تعالوا بينا ندخل بقى جوه ونشوف الدنيا ماشيه ازاي والعروض ماشيه ازاي والدنيا كلها ماشيه ازاي. تعالوا بينا. المشكله اللي عندهم فانت تقدر انت ايه تقدم لي كده حل كويس. انا بدور على شركه شحن تكون كويسه. فانت قول لي كده ايه الدنيا ماشيه كده عندكم ازاي؟ احنا طبعا بدايه حاجه تشرفنا طبعا بزياره الاول ومبسوطين بوجودكم معانا جدا جدا جدا. احنا عارفين ان الشحن بيلاقي مشاكل كتير جدا 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 فحاولنا على قد ما نقدر ان احنا نحاول نحل المشكلات دي بابسط الطرق. فبدانا نشوف العميل محتاج ايه على ارض الواقع. بعد فتره السوق كان عندنا مشاكل زي بقيه الشركات حاولنا نحلها واحده واحده لغايه لما وصلنا لكل المشاكل اللي عند العملاء. في عميل بيبقى عنده مشكله في ان انت بتبعت لي حد يستلم عدد اوردرات قد ايه؟ فاحنا قلنا لا احنا هنبعت لك المندوب يستلم من مكانك من اول شحنه لغايه 6000 شحنه. المندوب بيجي لك لغايه باب البيت يستلم اي عدد شحنات، مفيش عدد معين للشحنات. ففي عميل ثاني قال لي طبعا عندي مشكله ثانيه خالص. الاوردرات بتاعتي بتتسلم جوه الجيزه والقاهره في قد ايه وقت؟ بروح لشركات كتير زي ما كانوا بيجوا لنا وبيجوا لنا زمان فالاوردرات اتاخر. فقال لي انا عندي مشكله الاوردرات هتتسلم قد ايه؟ قلت له احنا بنسلم اوردرات الجيزه والقاهره خلال 24 ساعه، اقصى حاجه 48 ساعه في حاله ان يكون العميل هو اللي مأجل او ما اكتر منه. في حد ثاني كان بيقابل المشكله بتاعه تسليم المحافظات، فاحنا حاولنا برده بكل قوه ان احنا نحاول نحل المشكله بتاعت المحافظات، فخلينا تسليم المحافظات خلال 48 ساعه مجرد ما نستلم البيك. في حد ثاني بيقول لك انا عندي مشكله في الاسعار، فاحنا ظبطنا الحته بتاعت الاسعار دي على قد ما نقدر برده عشان نقدر نساعد السيلر ان هو يشتغل ونقدر نساعد العميل ان هو يستلم الشحنات. فخلينا شحن الجيزه والقاهره ب 35 جنيه في اي مكان في الجيزه والقاهره. عملنا شحن المحافظات كلها بحري اسكندريه بالدلتا بالقلال كل المحافظات بحري عملنا 45 جنيه من اول الفيوم لغايه سوهاج كلها بسعر واحد 65 جنيه. عملنا اوفر كمان للعملاء بتوعنا بحيث ان احنا ما نخليش العميل يشيل فوق الطاقه في الشغل لما يوصل للعميل والعميل يرفض يدفع الشحن عشان احنا ما نحملش العميل بتاعنا زياده فبقينا ناخد 50% من نسبه الشحن فقط في حاله رفض العميل ان يدفع الشحن. دي حاجه احنا عملناها زياده لان دايما بتواجه الناس مشكله في موضوع المنتجات لما يجي لنا سوء في حق الشحن كامل. فاحنا قلنا لا احنا هنخلي العميل عندنا لان انا والعميل في نفس الدائره انا وهو بنكمل بعض. فلو هو شال زياده انا شلت زياده. في حد تاني عنده مشكله في كل الحاجات دي بالنسبه له مش مشاكل اكبر مشكله عنده يتابع شغله ازاي. فاحنا وفرنا من خلال المتابعات وفرنا ابلكيشن موبايل سواء اندرويد او اب ستور تقدر تتابع من عليه الشحنات بتاعتك كلها مجرد ما تدخلها المكتب عندنا او مجرد ما المندوب يستلمها بنزلها عندنا على السيستم بيسمع عندك على طول عدد الاوردرات اللي انت سلمتها. بتبدا تتابعها من خلال ابلكيشن موبايل او من على سواء اندرويد او اب ستور. طب والله انا محتاج حد يتابعني بعيد عن الاكونت وبعيد عن الابلكيشن وبعيد عن الويب سايت. والله احنا موفر لكل عميل عندنا اكونت مانجر بيتابع شغله بشكل دائم على طول في اي وقت بيتصل على مدار اليوم في وقت العمل الاكونت مانجر بيتابع معاه سواء تسليماته سواء شحناته سواء مرتبعاته وقت التحصيل بيتابع معاه تحصيلاته ماشيه ازاي عنده ايه ناقص هندفع كذا في كذا في مرتبعات كذا. تبدا عدد اوردراته هو حصرها كلها بمكالمه بسيطه قوي مع الاكونت مانجر الخاص بيه. يعني انا كده فهمت منك دلوقتي ان انت اول حاجه بتروح لحد باب البيت بتاع العميل تاخد منه الاوردر وترجع تديله التحصيل لما الاوردر يتسلم. تمام. تاني حاجه ان انت تسلم القاهره والجيزه بعد 24 ساعه، يعني يديك الحاجه الصبح تكون مسلمه تاني يوم بكتير قوي. صح؟ وطبعا في طبعا ابلكيشن عشان يشوف الاوردر بتاعه فين وصل ما وصلش الاوردر انظام وكده. تمام. واخر حاجه تقريبا برضه انا خدت بالي منها فكره ان انت لو العميل ما خدش الاوردر بتاعه انت بتدفعه نص الشحن بس. في حاله رفض العميل. في حاله رفض العميل. لما العميل يرفض ان يدفع الشحن. تمام. بدفعك نص الشحن بس دفع العميل بتاعي نص الشحن تبقى قيمه ثابته 20 جنيه داخل الجيزه والقاهره. يديك بقى اوردر 2 3 4 10 زي ما يكون عدد الاوردرات وتيجي تاخده من حد باب البيت وترجعه لحد باب البيت. مفيش حاجه اسمها نخلي العميل يوصل في منطقه والعميل يتحرك من مكانه او ان انا ابعت المندوب فالمندوب يقول لا اصل حصلنا احنا بنستلم من باب البيت بنوصل لباب البيت. وده طبعا شكل الابلكيشن الموبايل بتاعنا بعد ما هنبدا ننزله. اتفضل. ده الابلكيشن اهو
عدد الاوردرات، تسلم ايه، معاك كام فلوس، اللي تسلم ايه، اللي اترفض، اللي رجع، جامد قوي. طب ماشي، هسيبك بقى انت من كل ده، اللي هيجي من طرف انا، اللي هيجي يقول لك انا تابع والله كريم عفه، ده انا احنا هنوصله كل الاوردرات فين. ربنا يخليك، ربنا يخليك، وصلنا كل الاوردرات فين. احنا هنعمل اوفر كده لاي حد مجرد ما يكلمنا على الارقام، طبعا هيحطها في الفيديو. اي حد هيكلمنا على الارقام يقول لنا من تبع كريم عفه، فاحنا هنعمل له على طول اول ثلاث اوردرات اي مكان في القاهره والجيزه توصلهم فين. اول ثلاث اوردرات في القاهره والجيزه فري، يعني انا شايف اصلا اي حد ممكن يفتح اونلاين او يفتح ستور اونلاين عايز يجيب حاجات بقى ويوصلها اونلاين ويعمل فلوس الكلام ده، انسب عرض ليه اصلا. هنعمل العرض ده خلاص كده حصل، اي حد يجي لك يقول لك هتابع كريم عفت، اول ثلاث اوردرات في القاهره والجيزه فري خالص. طيب انا شايف ان كل حاجه تمام، بس طبعا اللي عندي لو اللي عايز يتوصل اي حاجه في القاهره والجيزه اي حته في مصر كلها، صح؟ مصر كلها، القاهره والجيزه، اول ثلاث اوردرات في القاهره والجيزه هيبقى مجانا. طب انت مكانك فين؟ طيب اللي عايز مثلا يجي بقى، الفرع الرئيسي بتاعنا 90 ألف شارع احمد عرابي المهندسين، العمارة بتاعت عمر افندي، الامام بسيط خالص عندنا اقصى حاجه، تسال عمر افندي، عمر افندي هو في المهندسين، احنا تاني دور، تخش الاسانسير تدوس الدور التاني هتطلع تلاقي المقر بتاعنا في وش الاسانسير بالظبط. تمام تمام جدا. الابلكيشن فكره برده، الابلكيشن دي جامده قوي قوي. بص الموضوع كله عاجبني، يعني انا هبدا اشتغل معاك اصلا علشان برده دلوقتي بوصل في حاجات بوصلها اونلاين والكلام ده، فانا هبدا اشتغل معاك. وبرده ايه في الستوري برده بتاع الانستجرام هبدا برده اقول لك الدنيا ماشيه ازاي معايا، ولو في كمان حاجات زياده وفي ابديت جديد انت طبعا هتقول لنا تحت في الكومنت او هتقول لنا عادي في الستوري، هتطلع معانا كتير. تمام شكرا على ثقتك فينا دي والله، ان شاء الله نتقدها ان شاء الله.